بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتورة داليا الميمي، مدرس باسم البارا سايتولوجي. النهاردة ان شاء الله هناخد مقدمة التريماتود، وهنتكلم عن الفلوكس اللي هي التريماتود. هنتكلم عن انواعها بالتفصيل. النهاردة بإذن الله هناخد مقدمة عن التريماتود، ونتعرف على اللايف سايكل بتاعتها والديفرنت ستيجز، بدءا من الادلتس تو ايجز سيركاريا اند لارفال ستيجز. وهنتعرف بالتفصيل عن انواع مختلفة اكوردنج الهابيتات بتاعتها. ايه جنرال فيتشرز اوف تريماتودز؟ دي التريماتودز احنا بنشبهها، بنقول اسمها التاني او اسم الدارج ليها الفلوكس، يعني جايه لو حضراتكم تسمعوا عن الفلوكة يعني حاجه ايه، فلاتند دورس اوف فنترال، شبه الورقه كده، ليف لايك بادز، ما عدا الشستوزوما، ودي هناخدها بالتفصيل في محاضره جايه باذن الله. هي بايلاترالي سيمتريكال زي الشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، ان سيجمنتد، هي عباره عن سيجمنت واحده وملهاش بودي كافيتي. الحقيقة طبعا عشان تبقى اتاتشت في الهابيتات بتاعتها بيبقى ليها ساكرز او ممصات بتخليها تعرف تلزق في الهابيتات. اولهم الاورال ساكر، ده بيبقى في نهاية في الانتيريور اند بتاعتها، والفنترال ساكر ده بيبقى موجود في الفنترال سيرفس، واحيانا قد يتواجد جينيتال ساكر في النص. تمام. احنا قلنا ان العيله دي او الكلاس دي بنسميها الفلوكس، من عيله كبيره اسمها البلاتي هيلمنسز عشان هي فلاتند دورسو فنترالي. قسموها العلماء على حسب الهابيتات بتاعها الى ليفر فلوكس، دول الفاشولا جيجانتيكا وهيباتيكا، انتستاينال فلوكس، الهيتروفس هيتروفس، واللونج فلوكس اللي هي البراجونيمس وسترميني. البلاد فلوكس هناخدها بالتفصيل في محاضره لوحدها، اللي هي انواع الشستوزوما، هيماتوبيا، مومانسوناي وجابونيكا. هنبدا النهارده بالليفر فلوكس اللي هم فاشيولا هيباتيكا وجايكا. زي ما قلنا قبل كده نفس الجنرال مورفولوجي، احنا حضراتكم شايفينه الفاشيولا جايجانتيكا من اسمها بتبقى اكبر شويه، حوالي 6 سنتي في الطول، الهيباتيكا تقريبا نصها 3 سنتي. هم موجودين الصورتين جنب بعض، اهو الدايجرام موضح كل شيء. دي الادلت فاشيولا، في اورال سكر في الاول خالص، وبعد كده فنترال سكر في النص، الاسهم باينه جدا. السيكم طبعا احنا قلنا ان هي ملهاش دايجستيف سيستم، بس بيبقى فيه زي برانشد انتستاينال سيكا بالمنظر ده. وتتميز الفاشيولا ان كل حاجه فيها برانشد، الاوفري برانشد اللي لونه ازرق، والتستيس برانشد اللي هي لونها احمر بالشكل ده، وعلى الجوانب اللي لونه موف ده اسمها فيتيلاين جلانس بالمنظر ده. طيب ايه الفرق بين الجايجانتيكا والهيباتيكا؟ احنا قلنا في الديستريبيوشن اللي موجود في ايجيبت هي الجايجانتيكا، في اوروبا موجودة الهيباتيكا. السايز احنا لسه قايلين دلوقتي طولها بيوصل 6 سنتي في 1.5 عرض لو هي الجايجانتيكا، الهيباتيكا سمول شوية نصها تقريبا 3 في 1.2 من 10. الشيب كانت تانية أبلونج مطولة كده، التانية تريانجولار ليها كتاف. السكرز في الجايجانتيكا الاورال بيبقى اصغر من الفنترال سكر، انما في الهيباتيكا بيبقوا ايكوال تو ايتش اذر. بالنسبة للسيكا احنا قلنا ان هي برانشد، بس في الجايجانتيكا لقوا ان هي واخدة شكل التي او الواي شيب، انما في الهيباتيكا هي سيمبل ميديال برانشز عادية جدا. هناخد دلوقتي في اللايف سايكل ان الفلوكس دي محتاجة سنيل هوست، لقوا ان السنيل هوست في الجايجانتيكا اسمه لينيا كايودي، كايودي ال سايلنت، والهيباتيكا محتاجة سنيل اسمه لينيا ترانكاتيولا. طيب اللايف سايكل ماشيه ازاي؟ بالنسبه للادلت زي ما حضراتكم شايفين، الادلت بتبقى الهابيتات بتاعتها، احنا قلنا احنا هنتكلم عن الليفر فلوكس. الليفر فلوكس في الهابيتات بتاعها بيبقى عايشه في البيلياري تراكتس اللي موجوده في الليفر، وبالتالي الاكس بتاعتها هتنزل في الانتستاينال، في الانتستين، ومنها في الاستول. تمام. طبعا هي الريزرفوار هوست بتاعها هو الكاتل زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، تنزل الايج بتبقى اماتيور. يعني ايه اماتيور؟ يعني لسه مش جواها جنين ناضج. الجنين بتاعنا في التريماتود اسمه ميراسيديم اللي في الصوره ده، بيبقى عليه سيليا من بره كده عشان يعرف يسبح في الميه، بتنزل الايجز في الميه وبحسن بعد كده يحصل لها ماتوريشن وتهاتش وتدينا ميراسيديم اللي بيسبح شويه ويقوم داخل جوه السنيل انترميديت هوست اللي احنا لسه متكلمين عليه، ليمنيا كايودي في حاله الجايجانتيكا، وليمنيا
الترانكاتيولا في حالة الهيباتيكا. يخش جوه السنيل ويتحول الى واتس كولد سيركاريا، ليها راس اهي وديل، الديل بتاعها فيري سيمبل عشان كده بيسموها ليبتو سيركس سيركاريا. تهتش السيركاريا سوري يا ربي تطلع السيركاريا دي وتتحول الى ميتا سيركاريا، تبقى انسيستد تتحوصل حوالين في نفسها كده على الجراسز والفيجيتابلز اللي بتاخدها الكاتل. بعد كده الميتا سيركاريا دي هتهتش سوري يا ربي جوه تتفكك السيست بتاعتها دي بالانزيمز الموجوده في الجاستريك والانتستاينال جوس، وتتحول تدينا ادلت جوفينايلز كده اللي بعد كده هتهاجر وتوصل للليفر. طيب احنا قلنا ان العيله دي او الكلاس دي بنسميها الفلوكس من عيله كبيره اسمها البلاتي هيلمنسز عشان هي فلاتند دورس اوف فنترالي. قسموها العلماء على حسب الهابيتات بتاعها الى ليفر فلوكس دول الفاشولا جيجانتيكا وهيباتيكا، انستاينال فلوكس الهيتروفس هيتروفس، واللونج فلوكس اللي هي البراجونيمس وسترميني. البلاد فلوكس هناخدها بالتفصيل في محاضره لوحدها اللي هي انواع الشستوزوما هيمات. طيب اهم ستيج لازم نعرفها بالتفصيل الدياجنوستيك ستيج اللي بتنزل عندي في الاستول. طبعا احنا قلنا انها اكبر بيضه بالسايز بتاعها، طبعا في سكيم كده لاي ايج اس اس سي سي، سايز 140 في 70 مايكرون، شكلها زي ما احنا شايفين في الصوره في الدياجرام اهو اوفال وابركيوليتد يعني ليها غطا. الكالر بتاعها يلوش براون، والكونتنت اماتيور امبريو. الميراسيديم زي ما قلتوا لحضراتكم هو بايريفورم برضو مثلث كده متغطي بسيليا حوالين السيرفيس بتاعته، عنده بينيتريشن جلاند عشان يعرف يبينيتريت السنيل، وجواه جيرنال سيلز دي اللي بعد كده هتعمل الاورجانز المختلفه، وعنده زي بريميتيف جات كده في الاول، وفليم سيلز دي فور اكسيشن للاخراج. طب شكل السيركاريا ايه؟ ليبتو سيركس قلنا ان هي سيمبل تيل وبادي، البادي بتاعها بيبقى فيه سيستوجينوس جلاند، ليه ما هتتحول لانسيستد ميتا سيركاريا؟ فمحتاجه ان عشان انسيستيشن ده يبقى عندها سيستوجينوس جلاندز، وعندها زي بريميتيف سكرز اورال وفنترال زي ما حضراتكم شايفين، وسيمبل اليمنتري تراك، وبرده فليم سيلز عشان الاخراج. طيب اللايف سايكل ماشيه ازاي بالنسبه للادلت؟ زي ما حضراتكم شايفين الادلت بتعمل اكزيستيشن بعد كده بقى بعد ما تتاكل مع الجراسس. اذا اللايف سايكل ماشيه كالاتي، الهابيتات في البيليري سيستم، الهوستس عندنا الديفينيتيف هو البني ادم، الريزرفوار هو الهربيفروس انيمالز، والانترميديت هم الاثنين ما ننساش اساميهم، نيمنيا كيودي في حاله الفاشولا جيجانتيكا، وترانكاتيولا في حاله الهيباتيكا. طيب بالنسبه للانفكتيف ستيج اللي انت لو كلت وتتعدي هي الانسيستد ميتا سيركاريا اللي هتبقى موجوده على الفيجيتابلز. طيب التشخيص بالدياجنوستيك ستيج اللي هي ايماتيور ايج في الاستول، ولازم نرسمها ونقول الاس اس سي سي، المود اوف انفكشن اورال انجيشن للووتر يا اما ميه ملوثه بالانسيستد ميتا سيركاريا او فيجيتابلز كونتيني. طيب المرض في الحاله دي بيبقى شكله ايه؟ عندنا مرحلتين من المرض، اكيوت مايجراتوري ستيج وكرونيك ستيج. احنا قلنا ان اليانج ادلت ويرمز اللي بتبقى موجوده طبعا هي عماله زي بتعمل باروينج وتنخور كده في الليفر تيشو لانها عايشه في البيلياري تراكتس، طبعا ده هيؤدي لسيفير اريتيشن وانفلاميشن ونكروزس، وده هيؤدي الى ماركت ايزينوفيليا، ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل ماركت ايزينوفيليا الفاشيوله بانواعها. البيشنت في الحاله دي هيجي لك بفيفر هيبقى سخن، وطبعا الرايت هايبوكوندريم هيبقى بيوجعه جدا الليفر يعني مكان الليفر، والرجيك مانيفستيشنز وضعفان في نفسه كده، ما في جسم غريب عمال يعمل باروينج في الليفر تيشو. طب لو في هيفي انفكشن لا الليفر ممكن يجي متضخم وبيوجعه جدا. طيب بعد ما تاخد فترتها والكرونيك ويحصل انفلاميشن والريتيشن ده كله، بعد شهور وسنين من الانفكشن الادلت وورمز دي هتقعد بقى في البايل داكتس تعمل فيها الريتيشن في صوره هايبربليزيا وانفلاميشن، وبعد كده تهيل بفايبروزس، فايبروز ده يدخل العيان في اوبستراكتيف جونز. تاني حاجه ان التوكسينز اللي بتطلع من البارازايتس اللي هي الفاشيوله هنا ممكن تدخل العيان في اني، لذلك من ضمن الكومبليكيشنز بتاعه الفاشيوله هي البيلياري سيروزس والكوليسيستايتس طبعا لانها عايشه في البيلياري تراكتس، وهيموريدج وبستراكتيف جوندس ده لو هي في الكرونيك ستيج وهيفي انفكشن والانيميا عشان التوكسينز. اكتوبيك بقى قالوا ان بعض الاحيان ان وهي بتنخور وبتعمل باروينج كده ممكن تخترق
البروتونيوم خالص، والميتا سيركاريا دي تخترق البروتونيال الكافيتي وتوصل لاكتوبيك فوقا. يعني ايه اكتوبيك؟ يعني مكان مختلف عن الهابيتات بتاعها. ممكن تروح تقعد في الانتستاينال وول، في البلوره بتاعت اللانج، في السي ان اس، في السكان، في السبكوتينيوس تيشو، وده بيؤدي الى اكتوبيك ليدز. في حاجة غريبة لاحظوها، ان في بعض البلاد الناس بتاكل البوفاين ليفر ده ني من غير ما تسويه، وطبعا الفاشولة بتبقى عايشة فيه، فهو بياكل الليفر ده، الكبدة النية دي، ممكن تقوم الادلت بالسكرز بتاعتها سواء اورال او فنترال سكرز، وهو عمال ياكل تقوم لازقة في الفارنكس واللارنكس، تعمل سيفير اديما. حقيقة هنا العيان ما جالوش فاشيولا، ده جاله حاجة اسمها هالزون سيندروم، يعني وهو بياكل الكبدة النية لزقت هي في الفارنكس واللارنكس وعملت سيفير اديما، يبقى مخنوق كده العيان ده ساعتها. طبعا احنا عايزين نفك السكرز دي من الفارنكس واللارنكس، فبيتغرغر بالكحول عشان نعمل باراليسز للورم، او لو فشلنا خالص بنخش نشيلها سيرجيكال. طيب ايه تاني ممكن ينتج عن واحد ياكل انفكتد بوفاين ليفر رو من غير ما يسويه؟ قالك ان بعض الاحيان هياكل الادلت بالبيض اللي جواه، فينزل الاجز بتاعتها في الاستول. طبعا الاجز هنا نازله مش عن طريق ترو انفكشن، لا لا خالص، دي فولس فيشيوليزس، لان الاجز نزلت نتيجه كونسامشن اوف رو انفكتد بوفاين ليفر، يعني حاجه خادعه، هو ما عندوش فعلا فشوله في البيليري تراكس بتاعته، هو جاست ان هو كلها نيه بالاجز فيها. نشخص الديسيز بتاع الفشوليزس ازاي؟ العيان ده بيجي لك كلينيكالي سخن وعنده هيباتوميجالي والرايت هايبوكوندريا موجعه وسيفير ايزينوفيليا لما تيجي تعمل له سي بي سي. خد منه عينه الستول، هتشوف الكاركترستيك ايج اللي هي بيضه كبيره والسايز بتاعها كبير ويولش براون ان كلر او وهكذا. لازم ترسم له الرسمه بتاعت الايج، وتستبعد الفولس انفكشن عن طريق ايه بقى؟ بيقول لك خد عينه ستول لمده 3 ايام كونسيكيوتيف ورا بعض. مفروض طبعا لو هو كانت فولس خلاص اول يوم خلاص هي نزلت واتهضمت والموضوع خلص، انما لو فضلت تنزل ده معناه ان في ترو انفكشن. طبعا قلنا لازم نرسم الرسم كامل بالبيانات وقلنا المواصفات قبل كده. طيب يعني ايه اندايركت؟ اندايركت يعني تستدل على وجود الادلت بارازايت عن طريق ان انت تشوف تعمل سيرولوجيكال ميثودز، طبعا الايفات والايهاد والاليزا، اختصار اميونو فلوريسنت انتي بودي تيست، اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست، اليزا اللي هي الانزيم لينكد اميونو زوربنت اسي. احنا في الحاله دي بنشوف الانتي بوديز اللي طالعه تحارب الانتيجين بتاعه الفاشيوله في السيروم، او نشوف الانتيجينز دايركتلي بالكوبرو انتيجين، وده ممكن نشوفه في البايل. تمام، يبقى هي تشوف الانتيجين يا الانتي بودي. طب ايه التحاليل التانية اللي ممكن تعملها؟ احنا قلنا هنعمل كومبليت بلاد بيكتشر وهنشوف هاي ايزينوفيليا ممكن توصل ل 80%، قلنا دي من ضمن البارازايتس بتعمل هاي ايزينوفيليا. ممكن نعمل تكنيك اسمه بي سي ار، وده بيستدل على وجود الدي ان اي سيكونس الخاص بالفشيوله. وممكن نعمل للعيان ده سي تي والترا ساوند وام ار اي عشان نشوف الادلت فلوكس ازاي شكلها في البايل داكت، ونشوف حال سالستينوزس وابستراكشن ولا لا، وهكذا نشوف الكومبليكيشنز. طبعا ممكن في اخر حاجه خالص لو احنا غلبنا في التشخيص بنعمل ليفر بيوبسي، نجيب العينه ونشوف بعينينا بقى. نعالج العيان الفاشيولا ازاي؟ طبعا الدراج اوف تشويس عندي هو التراي كلابندازول سنجل اورال دوز 10 مللي جرام بير كي جي بودي ويت، وفي دواء طبعا مش مستخدم قوي دلوقتي لانه بيقولوا له كاردياك كومبليكيشنز اسمه بايسينول 30 مللي جرام بير كي جي افري اذر داي لمده 15 يوم. طيب هاو تو بريفنت اند كنترول فاشيوليزيس؟ طبعا امنع عالج العيان وعالج الهربيفروس انيمالز انفكتيف لان هي انفكتد، وبعد كده في الهيلث اديوكيشن ما تشربش ميه ملوثه ولا تاكل رو فيجيتابلز من غير ما تغسلها كويس جدا عشان نتخلص من الميتا سيركاريا اللي قد تتواجد عليها. طيب بالنسبه للهالزون سندروم ما تاكلوش الكبده نيه ببساطه. طيب الريزرفوار هوست قلنا هنعالجه ونشخصه كويس جدا زيه زي الديفينيتيف هوست. بالنسبه للسنيل هنعمل لها سنيل كنترول، وده له موضوع خاص يعني لوحده ازاي نعمل كنترول للسنيل، سواء بفيزيكال ميثودز بقى نلمهم ونجمعهم، او كيميكال نموتهم بمواد كيميائيه اند سو. طبعا ممكن وارد جدا يجي لك سؤال
ازاي تديتكت في شو، يعني ازاي تفرق ما بين الفولس والفولس انفكشن والترو انفكشن. احنا قلنا ان احنا هناخد عينه ستول لمده 3 ايام متواصله ونشوف، لو وقفت يبقى هو كان فولس فاشيوليزيس، وكان الفكره كلها ان هو في انديميك اريا ناس بتاكل الكبده نيه. طيب لو فضلت مكمله معاه يبقى ده ترو انفكشن فعلا. تمام، طبعا قلنا لازم نرسم الرسم كامل بالبيانات، وقلنا المواصفات طبعا عشان نمنع الهالزون سندروم. لا ما تاكلوش جبنه نيه وقوموا سووها. تمام، احنا كده خلصنا اول نوع من انواع التريماتود اللي هو الليفر فلوكس اللي عايشه في الليفر. هنخش في تاني نوع اللي هو الانتستاينال فلوكس، وده سهل قوي. اللي هي المثال بتاعها الهيتروفيس هيتروفيس. الهابيتات هنا معانا هو السمول انتستين، طبعا شكلها بالمنظر ده بتبقى بايريفورم. طبعا ممكن وارد جدا يجي لك سؤال ازاي تديتكت في شو، يعني ازاي تفرق ما بين يعني موجوده في الاسماك بتاعتنا، لان هنعرف دلوقتي الانترميديت هوست. الفيرست انترميديت هوست هو سمك البلطي والبوري، اوريدي موجوده عندنا في مصر. ايه بقى المورفولوجي واللايف سايكل؟ احنا قلنا ان هي عايشه في الديفينيتيف هوست في الانتستين. وطبعا اي فيش ايتنج مامالز او بيردز هم يعتبروا معايا ريزرفوار هوست. تمام، طبعا بما انها عايشه في الانتستين الميتاسيركاريا هت اكزيست في السمول انتستين. طبعا ده شكل الادلت اهو، صغنطته خالص، تعتبر اصغر فلوكس على الاطلاق، بتنزل ايج امبريونيتد ايج. بس هنا في الحاله دي الميراسيدي بتحتوي على جنين كامل النمو، بتبقى جواها ماتيور ميراسيديا غير الفاشيولا كانت نازله ام ماتيور. تنزل في الميه، اول ما بتنزل بتخش انترميديت هوست بتاعها السنيل هوست بتاعها، تتحول لسبوروسيست ومنها الريديا ومن الريديا السيركاريا. جوه ده كل ده في السنيل. اما بتطلع السيركاريا بره في الميه ما بيحصلهاش بقى انسيستيشن على الفيجيتابلز زي الايه زي الليفر فلوكس. لا، هنا الحقيقه السيركاريا بتخترق السكين بتاعه الفريش او البراكش ووتر فيش. يعني ايه؟ بتعيش في البراكش ووتر اللي هي الميه العذبه اللي هي السيمي، يعني هي العذبه ولا ملح، وده بيبقى دايما في المناطق التقابل الايه ميه النيل بميه البحر. وتنسيست جوه جسم السمكه وتعمل ميتا سيركاري. انهي نوع من السمك؟ البلطي والبوري في مصر. يجي بقى عندنا الهوست اللي هو الديفينيتيف او الريزرفوار، ياكل السمكه دي مش مستويه كويس، اندر كوكد فيش بما تحتويه من ميتا سيركاري. تمام، يبقى تاني هي عايشة في الانتستين، بتنزل بيضة كاملة النمو ماتيور، تخش جوه السنيل، تدي بقى الديفرنت ستيجز بتاعتنا اللي هي سبوروسيست وريديا وسيركاريا في السنيل. وبعد كده تطلع، طبعا السنيل عندنا هنا في الهيتروفيس هيتروفيس اسمه بايرينيلا كونيكا، تطلع لي سيركاريا، تجري جري السيركاريا تخترق جسم السمك البلطي والبوري، وتخش تنسيست جوه العضلات بتاعته والفنز بقى والخياشيم بتاعته والزعانف وكده لانسيستد ميتا سيركاريا. يجي الريزرفوار والديفينيتيف هوست ياكلوا السمك ده مش مستوي كويس، ويتحول الانسيستد ميتا سيركاريا دي تاكزيست وتدينا الادلت في الانتست. تمام، طبعا احنا قلنا انها عايشه في الفيلاي بتاعت السمول انتستين، ديفينيتيف هو البني ادم، والريزرفوار اي فيش ايتنج انيمالز ممكن يكونوا بياكلوا سمك البلطي والبوري. هي طبعا صغيره جدا في الحجم زي ما حضراتكم شايفين. وبايريفورم. طبعا ممكن وارد جدا يجي لك سؤال، ازاي تديتكت في شو، يعني ازاي اللي هي البراكش ووتر فيش اللي هو الموجل سيفلس اللي هو احنا بنقول عليه البوري، والتيلابيا نيلوتيكا اللي هو البلطي. لذلك من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الفاشيولا هي البيلياري سيروزس والكوليسيستايتس، طبعا لانها عايشه في البيلياري تراكس، وهيموريج وبستراكتيف جوندس ده لو هي في الكرونيك ستيج، وهيفي انفكشن والانيميا عشان التوكسنز. اكتوبيك بقى قالوا ان بعض الاحيان ان وهي بتنخور وبتعمل باروينج كده ممكن تخترق البريتونيوم خالص والميتاس. عيان ده جاي لك عامل ازاي؟ الحقيقه ان هو لو ما فيش هيفي انفكشن مش هيبان عليه شويه الاعراض قوي.
انما في العادي بما انها عايشه في السمول انتستين هيجي لك بكرونيك انترميتنت دايريه ونوزيا بقى وابدومينال بين، كل اعراض الجي اي تي. وممكن في بعض الاحيان البسيطه الورم دي تخترق الميكوزا وتنزل الاكس بتاعتها في التيشوز، توصل للسيركيليشن، دي تبقى كارثه، هتعمل لك امبوليزم. تخيل البيض الصغير شبه السمسم ده، هنشوف السايز بتاعه قد ايه، يوصل بقى يروح على البلاد ومنها بقى على البرين وسباينال كورد والهارت. فده طبعا ده حاجه كارثيه اللي هي الامبولايزيشن ده. ممكن تعمل نيورولوجيكال مانيفيستيشنز وكاردياك انسفيشنسي مي ديفلوب ديو تو جرانيولوما حوالين الاكس اللي هي الاكتوبيك فيوكاي. يبقى دي كمان ممكن تعمل اكتوبيك فوكاي لو حصل جرانيولوما حوالين الاكز نتيجه الامبوليز، زيها زي برضو الفشيوله ممكن تعمل اكتوبيك ليشنز. طبعا ازاي تدايجنوز؟ هتجيب عينه ستول وتفحصه دايركتلي كده وتشوف الادلت ورم نفسها، وممكن تشوف الاكز اللي هي شبه حبات السمسم بالمنظر. نعالج العيان ده ازاي؟ هو بصراحه غير الليفر فلوك، هناك كان بياخد تراي كلابندازول، هنا هناخد برازي كوانتل، وده دراج اوف تشويس، وده سنجل اورال دوز 40 ملي جرام بير كي جي بودي ويت. طبعا اي كنترول في الدنيا وقف اللايف سايكل. يعني ايه؟ يعني لو بتاكل السمك ني لا هتسويه كويس، لو لا وملحه كويس جدا اكتر من 15 يوم، وهيلث اديوكيشن للصيادين يا جماعه ونعالجهم كويس جدا، ما تاكلوش السمك ني، ونشوف السورس بتاع الانفكشن والسنيلز نموتها، بقولنا بالديفرنت ميثودز وهكذا. بيقول لحضرتك يا ريت نقلي السمك، وده بيبقى مفضل اكتر من ان احنا ناكله جريلد لانه ما بيبقاش مستوي قوي. السنيل الحقيقه بتاعتها ديفيكلت، صعب شويه لان هو بيعيش في البوتوم، ما بيبقاش موجود على سطح الميه. وطبعا لو في ريزرفوار هوست ممكن، يعني مثلا اللي هي الستري دوجز الكلاب الضاله وكده، طبعا ايراديكيشن او ان احنا نعالجها. اخيرا وثالث نوع عندي من الفلوكس هو اللونج فلوك، يعني واحده من الفلوكس بتعيش في اللونج اسمها باراجونيماس وسترماني. هي مش موجوده في مصر، موجوده في الفار ايست في اليابان وتايلاند. بتتميز ان الانتستاينال سيكا ساينوس بالمنظر ده معرجه كده. طبعا هي فلوك واخد اهو ده الاورال سكر بتاعنا اهو، ودي الانتستاينال سيكا اللي بقول لحضراتكم عليها. وفي النص اهو اليوترس والاوفري والتستيس، طبعا هم كلهم هيرمافرودايت. طبعا عشان نمنع الهالزون سندروم لا ما تاكلوش جبنه نيه وقوموا سووها. تمام. احنا لسه قايلين ديفينيتيف هو المين، واي ريزرفوار ممكن ياكل الكرابس والكريفيش، وقلنا اغلبهم بيبقوا الكارنيفوروس انيمالز اللي هي الحيوانات المفترسه، الدوجز والكاتس والتايجرز واللاينز والولف. احنا قلنا ان ليها اتنين انترميديت هوست، في الاول بتخش السنيل اسمه سيمي سالكوسبايرا لايبرتينا، وتدي بقى سبوروسيست وريديا وسيركاريا وهكذا. هي مش موجوده في مصر، موجوده في الفار ايست في اليابان وتايلاند. في الميه الدياجنوستيك قلنا ان الايج في الحاله دي بتنزل في السبيوتم. ازاي؟ في السبيوتم وفي بعض الاحيان في الاستول. يبقى انت ممكن تشوفها في السبيوتم لان هو بيكح البلغم. تمام. طب لو بلع السبيوتم اوكيجنالي ممكن نشوفها في الاستول، وقلنا ان هي بتبقى ميديوم سايز اللي هي كبيره زي الفشوله ولا صغيره زي الايه
الهيتروتوبيك ليشنز. طبعا ازاي تدايجنوز؟ هتجيب عينه ستول وتفحصه دايركتلي كده وتشوف الادلت ورم نفسها، وممكن تشوف الايجز اللي هي شبه حبات السمسم بالمنظر. طبعا قلنا لازم نرسم الرسم كامل بالبيانات، وقلنا المواصفات اخيرا وتالت نوع عندي من الفلوكس هو اللونج فلوك، يعني واحده من الفلوكس بتعيش في اللونج اسمها باراجونيماس ويسترماني. الحقيقة مش موجودة في مصر، موجودة في الفار ايست في اليابان وتايلاند. indirectly لازم نشوف نعمل حاجة اسمها intradermal test، بنحقن الانتجن ونشوف فيه رياكشن ولا لا. سيرولوجيكال قلنا الاليزا والاندايركت هيم اجلوتينيشن، وده غالبا بعد شهر شهرين بيدينا نيجاتيف ريزلت. طبعا العيان ده هيجيلي بسيفير ايزينوفيليا، بس مش هتبقى كبيرة قوي زي حالة الفاشيولا، يعني في ايزونوفيليا بس ما توصلش 80%. طبعا بتعمل لونج اكس راي وبتشوف بقى البوكتس دي او الرينج شادو اوباسيتي من 5 ل 10 سنتي، لان اصلا الادلت كبيره، وده بيدي الابيرنس اوف ا بانش اوف جريبس، طبعا سيستس كتير جنب بعضها بيديك شبه عناقيد العنب كده. ممكن طبعا لو هي راحت اكتوبيك ليجنت وانت طبعا شاكك فيها تعمل ام ار اي وسي تي على السيريبرال والابدال تايمز. طبعا ده شكس الاكس راي، الراجل ده عنده باراجونوميزيس. طبعا لما نحط ايزيس دي معناها اسم الديسيز على اسم البارازايت، وبيبقى فيه بلورال افيوجن والفلتريشن اند سو اون. احنا كده خلصنا اول نوع من انواع التريماتود اللي هو الليفر فلوكس اللي عايشه في الليفر. هنخش في تاني نوع اللي هو الانتستاين فلوكس، وده سهل قوي، اللي هي المثال بتاعها الهيتروفيس هيترو. انا كده خلاص، ثانك يو.